موجز الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. مديرية خدمات الحمدانية في مدينة حلب التابعة لسلطة الأسد تعلن بدأ أعمال صيانة شاملة على محور الطريق الدولي حلب دمشق. قوات الأسد تستهدف بقذائف المدفعية نقطة للجيش التركي في قرية تديل غربية حلب بحسب مراسل حلب اليوم. مقتل طفل يبلغ من العمر 14 عاما بإطلاق نار أثناء محاولته العبور إلى الأراضي التركية قرب قرية كيكان بريف مدينة عين العرب شرقية حلب. فتح معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق الجيش الوطني السوري وقوات الأسد شمال سوريا تحت إشراف إدارة مدنية ووزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة. مسلحون مجهولون يستهدفون بالأسلحة الرشاشة حاجزا لقوات الأسد في مدينة داعل شمالية درعا. دخول قافلة عسكرية أمريكية تضم 43 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية عبر معبر الوليد على الحدود العراقية إلى إحدى القواعد الأمريكية في محافظة الحزكة شمال شرق درعا.